بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم على قناة أشرف القاضي. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن شاشة من شاشات سامسونج، هي من شاشات الكيو ليد. وطبعا الكيو ليد ده يا جماعة من أقوى وأعلى البراندات بالنسبة لسامسونج، هو سقف الإنتاج بالنسبة لسامسونج، هو شاشات الكيو ليد. الشاشة اللي هنتكلم عنها النهاردة هي إنتاج 2021. الشاشة هي كيو 70A 55 بوصة، طبعا الترا اتش دي 4K. تقنية الكيو ليد في الشاشة تعتبر من احدث شاشات الكيو ليد على مستوى العالم بالنسبة لانتاج سامسونج. لو اتكلمنا على الشاشة احنا بنتكلم على 55 بوصة فقط. ال 55 بوصة من الشاشة دي يا جماعة هي شاشة طبعا بدون اطار او بدون فريم، وفي نفس الوقت الترا اتش دي او 4K. امكانيات عالية جدا، تصميم يعتبر تصميم ديكوري مميز جدا، تصميم جميل جدا في الشكل الخارجي للشاشة، حتى الارجل بتاعت الشاشة او قاعدة الشاشة نفسها شكل مميز، لانك ممكن تحطها على اي مكان صغير، مش لازم مكان كبير، لان الارجل بتاعتها مش من الاجناب خالص، هي من النص. فده بيدي سهولة في انك تحطها على منضدة او على ترابيزة او على اي مكان صغير في وسط الارتكاز بالنسبة للشاشة. الريزولوشن الشاشة بتاعتنا يا جماعة هو 2160 بيكسل في 3840 بيكسل دقة الفوركي. المميزات، اهم مميزات الشاشة اللي انا مش عايز اطول في الفيديو، المعالج بتاع الشاشة، المعالج بتاع الشاشة هو معالج الكوانتم دوت بدقة الفوركي، اللي بيدينا حجم لوني مذهل جدا بفضل تقنية الكوانتم دوت اللي خارجة من البروسيسور الخاص بالشاشة. حركة سلسة جدا، الحركة بتاعت الشاشة حركة سلسة جدا، بتديك الحصول على صورة واضحة بفضل تقنية الموشن توربو الموجودة في الشاشة عندنا. الشاشة فيها ريسيفر داخلي وخاصية الاتصال الذكي، واي فاي طبعا داخلي مدمج، وفتحة كيبل انترنت في ظهر الشاشة. عندنا في الشاشة دي اربع مداخل HDMI، اربع مداخل، وده بيدينا اريحيه تامه في توصيل الاجهزه بالشاشه بصوره سلسه جدا، واتنين منفذ USB، وعندنا بلوتوث بتاع الشاشه 4.2 لاستقبال الواي فاي. كمان عندنا رقم الموديل زي ما قلنا هو الكيو 70A. لو اتكلمنا على الضمان بتاع الشاشه، الشاشه دي ليها ضمان عامين شامل مجاني طبعا. لو اتكلمنا برضو على المنافذ، زي ما قلنا 4 USB من نوع 2.0، وفي منفذ واحد بس في الشاشة من نوع 2.1. الشاشة بتشتغل على تقنية ال HDR 10 Pro و 10 Plus. بالنسبة للشاشة طبعا الشاشة مسطحة، للناس كتير دايما بتفتكر ان شاشات الكيو ليد دي شاشات كيرفي، لا طبعا هي مش شاشات كيرفي، هي شاشات فلات مسطحة مع دقة شاشة عالية. الشاشة فيها بس ارض رقمي، عندنا الريموت بتاع الشاشة بيدعم الاوامر الصوتية باللغة العربية، ودي ميزة كبيرة جدا، ويعتبر ماجيك ريموت مشابه للماجيك ريموت الموجود في شاشات ال جي. نظام الصوت عندنا نظام الدولبي مع امكانيات عالية جدا بالنسبة لشاشة انا بشوفها من الشاشات المميزة جدا. لو بتدور على شاشة امكانيات عالية وفي نفس الوقت صورة نقية جدا مع معالج قوي بروسيسور عالي قوي، انا ما حبيتش ان انا ارغي كتير واتكلم كتير في الامكانيات، انا بدي الخلاصة بالنسبة للشاشة. الشاشة دي يا جماعة من الشاشات اللي تعتبر شاشات القمة او التوب 10 من اعلى 10 شاشات موجودة حاليا في مصر، هي كيو 70A 55 بوصة، سعرها حاليا 14500 جنيه. 55 بوصة 14500 جنيه. ناس كتير هيقولوا ده سعرها عالي قوي عن شاشات اليو ان في ال جي والشاشات اليو بي وشاشات التي يو والاي يو. دي يا جماعة كيو ليد بتوازي الاوليد في ال جي، وبتوازي النانو سيل العالي، مش النانو سيل الشاشات اللي هي الرخيصة، لا. فدي امكانيات عالية جدا بالنسبة لشاشة تستحق المبلغ بصراحة، سعرها حاليا 14500 جنيه. طبعا الناس هيقولوا السعر غالي، في حاجات رخيصة، ان شاء الله في فيديوهات جاية لشاشات ارخص بكتير مع امكانيات عالية. احنا مش بنتكلم في اي انواع الشاشات غير لما تكون الشاشة تستحق الاشادة بيها وان الناس تعرفها. فطبعا دي شاشة يعني تستحق الاقتناء بصراحة، امكانيات عالية مع صورة مذهلة مع تكنولوجيا عالية جدا بالنسبة للشاشة والصورة والصوت. ننساش تاني الموديل هو كيو 70
A من LG إنتاج 2021. شكرا جزيلا لحضراتكم ودمتم بصحة وعافية. وقبل ما أقفل نذكر الله ونصلي على رسول الله، ولو في أي استفسار سيبهولي في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.